بريئة، فين الوهم وفين اليقين؟ ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. أنا دايما بحب أحكي عن الأمراض المتلصصة، الأمراض اللي بتبدأ مع الإنسان سنة بسنة. من ضمن الأمراض دي زيادة هرمون النمو من داخل الغدة النخامية باستمرار، يقعد الهرمون ده يزيد ويزيد ويزيد ويبدأ يعمل لك أعراض، من ضمنها إن إيديك تكبر في الحجم، ملامح وشك تختلف، جزم طبعا تبدأ تضيق نتيجة إن رجلك بتكبر، القلب يبدأ يتضخم، الضغط يبدأ يعلى. المرض ده على فكرة من الأمراض اللي ما بتبانش فجأة، دي بتبدأ سنة بسنة وما يبانش على المريض حاجة في الأول، غير إن قوته بتزيد بعد كده قوته بتنتهي أو بتخور، بتضعف جدا. لكن الغريب في المرض ده إنه ممكن لا يلاحظ لأنه تدريجي، اللي يلاحظه اللي ما شافكش بقاله فترة طويلة. عشان كده لازم ناخد بالنا جدا من إن الخواتم لما تضيق أو الجزم لما تصغر أو إنه مقاس البرنيطة لما يختلف، ده ممكن يشككني إن عندك نشاط في الغدة النخامية اسمه العملقة، وده مرض من الأمراض الخطيرة للغاية. أنا شايف البي آر بي دي من أحسن الحاجات اللي تحافظ على الوش. جراحة تجميل الوجه ان انا ارجع الوجه لمقاييس جماله هو. انا مش جاي عشان اطلع واحد تاني، انا جاي عشان اطلعك باللي يليق عليك. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. أهلا بكم. فزورة، هقول لكم فزورة. أكتر حاجة الست لا تقبل فيها النقاش عندما تضر، عندما يحدث فيها disfigurement، عندما يحدث فيها تغير شكلي أو تكون من البداية متغيرة شكليا. رمز الأنوثة عند الست، الست بترى أنه هي من غير هذا الرمز تعتبر أشبه بالرجل، هي بالنسبة للست نفس تأثير العضو الذكري عند الرجل عندما يحدث فيه أي disfigurement أو عندما يحدث فيه أي عيب. الخطأ في عملياتها غير مقبول بالنسبة للست على الإطلاق، لا تسمح أبداً الخطأ في عملياتها أو عملياته، أقصد بيه طبعاً الثدي. الثدي هو رمز من رموز الأنوثة المهمة جداً، هو واحدة من أشهر عمليات جراحات التجميل، وأيضاً واحدة من أكثر عمليات جراحات التجميل اللي بيتهوروا فيها غير المؤهلين ليها أو غير ذوي الخبرة، بيتهوروا فيها كتير. وأيضاً هي واحدة من عمليات جراحة التجميل اللي حواليها الكثير جدا من الأوهام اللي هنسمعها النهاردة وهنفندها، وللأسف ما زالت راسخة في عقول الكثيرات والكثيرين ولا تريد أن تخرج، رغم أنها قد تكون أفكار أقرب منها للوهم منها إلى حتى التصديق. ضيف العزيز هو أفضل من يستطيع أن يفند لنا هذه المزاعم وهذه الأفكار ويحقق لنا التأكيدات والمقاييس الهامة جدا في هذه الجراحة شديدة الأهمية. هو طبعا سوبر ستار جراحات التجميل والاسم الكبير في هذا المجال، الأستاذ دكتور حاتم الصحار. أهلا بك دكتور حاتم. أهلا بك دكتور أيمن. طيب. منورنا. ربنا يخليك. هنبدأ؟ ابدأ. هنبدأ بالجزء الأول التقليدي، الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الثدي أكتر أو أكبر حاجة في الست
ممكن لو حصل فيه اي عيب يجعل الست تفقد ثقتها في نفسها. رقم واحد هو الستر، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض، ابيض للصبح. رقم واحد، رقم واحد. انت بتتكلم على حاجه مهمه جدا، الثدي هو غمس الانوثه عند المراه. انت بتفرق بين راجل وست، دايما بيقولوا كده في اوضه ضلمه بتفرق بين راجل وست بوجود الثدي. فوجود الثدي ده حاجه مهمه تبين، يعني حاجه يعني تدي شخصيه للمراه او غمز الانوثه للمراه. المشكله مش في كده، المشكله التقرب من هذه المنطقه بيبقى حواليه مشاكل كتير. مشاكل ان العيانه او المريضه او الست فقدت ثقتها بنفسها، دي اللي بتخليها تروح الدكتور. المشكله بقى اللي بعد الدكتور، ان انت الست بتبقى مثلا صدرها صغير فعاوزه تكبر اكبر حاجه، صدرها كبير عاوزه اصغر حاجه، بتحول من نقيض للنقيض بسبب حاجات كتير قوي حصلت في حياتها، ان هي مش واثقه في نفسها، تعرضت لازمه نفسيه بسبب صدرها، فبقى بيخليها في الاول قبل العمليه تحت ضغط وعدم ثقه، وبعد العمليه بتبقى مشكله مع الدكتور ان يعالجها نفسيا او فاهمها ان احنا مش هنتحول كده لكده، هنتحول كده للصح، مش ولا صغير قوي ولا كبير ايه قوي. عمليه تجميل الثدي جزء كبير فيها علاج اكتر منه تجميل، علاج نفسي وعلاج جسدي أبيض. وعلاج عضوي، كل حاجه ابيض طبعا. المشكله مش في العلاج، المشكله ان انت تروح تتعالج. تبقى هذه يعني هو اتحسنت الموضوع عن اول زمان. المشكله ان لحد دلوقتي في مصر ان الناس او البنات بامهاتهم باهاليهم شايفين ان هذا الموضوع ممنوع الاقتراب منه، بالرغم من ان هو بيخرب بيوت. انا بتكلم بقى بيخرب بيوت. البنت اللي صدرها صغير هتسبب في فشل علاقه زوجيه. الفشل مش كده، انت انا بحكي القصه دي بتحصل. هي قاعده مع جوزها خلاص متجوزين، هي داخله اصلا الجوازه وهي حاسه ان هي غير مكتمله الايه؟ الانوثه. هم قاعدين عادي جدا، يمكن جوزها مش فارق معاه او الموت او يعني حفاظا على كرامتها والكلام ده كله، او فيها صفات احلى بكتير، وهو خلاص يعني بقت مراته وحبيبته وكل حاجه. هم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، بيقول لك قصه شهيره. هو بيرمي كلمه مش قصده منها اي حاجه، شفتي مثلا اكس الممثله الفلانيه شكلها عامل ازاي؟ الكلمه دي بمخ المرأة اللولبي بيتحول الى ان هو بيرمي لها كلمه كانه بيعيب ايه؟ عليها. كويس؟ هم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون مبسوطين. يتحول هذا الجزء اللي هو قاله رجل الى ان هو زي صباع الديناميت اللي ولع فيه. هو فاكر نفسه ما عملش حاجه. وهي هتعديها له، بس هتعديها له لمده ايه؟ لمده مش هتزيد عن 24 ساعه، 12 ساعه. وتلاقي البوز بتاع الست اتلوى والنكد ابتدى. هو مش قصده حاجه، بس هي خدت الكلمه على ايه؟ على نفسها. فعاوز اقول لك ان في ستات كتير خناقاتها مع جوزها بسبب الموضوع ده، مع ان جوزها مش حاطط دماغه في الموضوع خالص. وكتير قوي لما تيجي ست مع جوزها، ودي حصلت، انا بقول لك هو جوزي مش فارق معايا العمليه، انا بعمل العمليه ليك انت عشان تقللي النكد عليه. كويس؟ وعشان ثقتك بنفسك ايه؟ ترجع لك. وعمليات الثدي من انجح العمليات اللي على مستوى العالم اجمع، واحسن نسبه نجاح موجوده، واحسن نسبه نجاح دي على فكره يعني ايه؟ ارضاء للمريضه نفسها. سواء تكبير، سواء تصغير، سواء رفعه، سواء رفعه وتكبير بمختلف ايه؟ انواعها. فهي منطقه لازم ما نبعدش عنها قوي. لازم الستات تفكر فيها كويس قوي، لان هي رمز لانوثتها. كونسبت او بمعنى اصح فهم جيد لعمليات الثدي، لازم ان الست تفهم انه عمليه الثدي في الاساس مش بس تكبير وتصغير او تكبير وتصغير، مش ده الاساس، ولكن هي الوصول بالثدي للشكل الجمالي المناسب والشكل الطبيعي. ابيض ابيض ده ابيض حاجه ولا عارف مسرحيه شباب ما شافش حاجه؟ تسلم بقك يا استاذ خليفه، انا بقولها لك والله العظيم، اصل دي مشكله بتقابلني. تسلم بقك يا استاذ خليفه. بص هقول لك ايه المشكله اللي بتحصل. تيجي البنت، هقول لك المشاكل دي انا بسمعها. نتكلم بصدرها صغير، عملت عمليه تكبير. التكبير بيتحكم فيه عاملين، ما
ما ينفعش بنت جسمها من فوق صغير اوكي احط لها مقاس كبير لان هيبقى شكله قد او شكله وحش عليها. فاحنا مش بناخد بمقاس جسمك ايه، بناخد بمقاس عظمك ايه. دي رقم ايه؟ واحد. يعني ايه مقاس عظمك ايه؟ عرض عظمك ايه؟ الحاجه الوحيده اللي جسمك ثابت هو مقاس عظمك. طيب رقم اتنين البوكت اللي احط فيه، يعني ايه المكان اللي انا احط فيه الحشوه، سواء حشوه سواء حقن دهون وتبغى انا هعمل ايه. طيب الجلد انا مش يعني ما ينفعش يبقى الجلد قليل واحط مقاس ايه كبير. انا بحط حاجه من الاثنين، ما هو مناسب للعظم وهو مناسب للجلد الافيلبل اقدر احط تحتيه الايه الحشوه. طيب تيجي ست بعد الايه العمليه صدغها كبر، نتيجه لحظيه، مبسوطه انا جدا وكويسه يا دكتور، بعد اسبوعين انا حاسه ان هو صغر شويه. ده اللي بيحصل، هو بيبقى في سن التورم وبتقل، بتقل مش كده لا كمان، لدرجه ان في واحده قلت لها يعني البنت، انا اهم حاجه يا جماعه في الحشوات دي عشان بس يبقى متفقين، عمليه عبيطه وسهله وبتساعد وبتروحي، خدي العلبه بتاعه الحاجه اللي انت حطيتيها. هي عمليه سهله بالنسبه للمحترفين، بس الجمله دي بياخدها لسه الشباب الصغير اللي لسه طالع ويتحور يقول لك ما هو قالوا عمليه سهله. وبعدين عايز اقول كلمه برضه، ما تخ يعني ما تسيبيش حقك في العلبه، ابوس ايدك خد العلبه. شوف انا بقول تاني كم مره، لان في انواع من الحشوات دي مضروبه. العلبه هو الضمان بتاعك في الحشوه، وفي يعني هو في ماركتين على مستوى العالم، هذه الماركات مش بتقايس على سمعتها، ده بيدوا ضمانات لا تتخيلها، ان لو حصل حاجه في الحشوه تاخد مبلغ ضخم بيوصل لمليون و2 مليون يورو على الناحيه الواحده. فتاخد العلبه. اللي بيحصل نرجع تاني للموضوع، صدغها صغر بعد العمليه ازاي؟ هو مش صغر، هو انت لما بالظبط كده بقولها اذا كنت لابسه باتون جينز، الباتون جينز ده بيبقى لازق الاول او ماسك عليكي، مع الوقت بيريح، فانت صدرك بيريح، الحشو ما قلش، هو الوغم قل، بالعكس بقى الصدر واخد الانسيابه الطبيعيه بتاعت الايه؟ بتاعت الثدي. دي المشكله الاولانيه اللي بتقابل بيها، تقول لي صدري قل. المشكله الثانيه قبل العمليه، مش عاوز احط حشو، عاوز ادهون. ماشي يا ست تعالى نبص عليكي، لو في دهون لازم ناخدها ناخدها. طبعا اغلبيه الستات بنات او الستات اللي صدرهم صغير ما فيهمش اصلا ايه؟ دهون. الدهون ده بيبقى دايما اغلبيتهم بستات خلفت ورضعت ومليانه شويه وصدرها وقع شويه مع الايه؟ مع الرضاع، فبيبقى في جسمها في حبه دهون ممكن يحقن لهم مكان الوقوع اللي حصل للست. لا انا مش عاوز سيليكون، ليه يا بنتي؟ فيك. طلع يعني ايه فيك؟ لا مش عاوزها انا فيك. طلع يعني ايه فيك؟ مش فاهم يعني، يعني وانت كده حلوه؟ طب بالبلدي كده بتحطي ميك اب ليه؟ ما هو لو انت كلمت على سيكون ده فيك، يبقى الميك اب فيك، يبقى اللبس فيك، كل حاجه فيك. احنا بنعمل حاجه عشان يبقى شكلك احسن. اول حاجه هناخدها النهارده في افلامنا اللذيذه. هو بتعمل ايه الفيلم ده؟ ده بالشمع الاحمر؟ ده مش فيلم. امال ده ايه؟ ده تعبير. طب تعبير مشهور يعني بالشمع الاحمر، ممكن يكون فيلم الله اعلم. أوكي. بس هو ايه المكان التصرف اللي فيه يخليك تقول ده يستحق ان يغلق بالشمع الاحمر في عمليات تجميل الست؟ اللي يعمل بامبلانس او السيليكون رديء. رديء رديء. اصل انت هقول لك حاجه صغيره، ضيعت فرصتها في كل حاجه. يعني ايه ضيعت فرصتها في كل حاجه؟ اولا سيبك من التكلفه الماديه والكلام ده كله، مش هي دي القضيه. انت دخلت ماده العمليه دي يا جماعه تكلفتها كلها في السيليكون. الجراح هي مجرد ساعه بيخلص وتروح البيت. لما تحط حاجه بجسمك حط حاجه انت معروفه ومشهوره. تعال نروح بقى للمتهم والجني والبريء، ودايما معاك بيبقى كثير من الناس جناه. تعال نروح نشوف بقى المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم ام بريء؟ السؤال الاولاني ده بجد محتاج ان احنا نفصصه شويه. اللي بيقوم بعملية تكبير ثدي البنت ما تجاوزتش 18 سنة، ما وصلتش 18 سنة، هي 17 سنة وهتتخطب أو هتتجوز. ماشي. والبنت برضو يعني طويلة وتمام التمام يعني يعني كويس. يعني يبين عليها إن هي ماتيور. ماتيور. ما أصل برضو لا تتعدى 18 سنة، ممكن تكون 15، ممكن تكون 17. بس هنا نقف. بس ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ اللي عمل لها العمليه، اللي هيعمل لها ده جاني. جاني رسمي.
اوكي اوكي. رقم واحد، البنت اكيد دي بنت صغيره ما راحتش ليه لوحدها، اه دايما اما يكون حد من اهلها ايه خدها، غالبا يبقى والدتها. اوكي، ما هي في ظرف، هو في ظرف جواز، في ظرف جواز البنت هتتجوز، هتتجوز البنت يعني هتتجوز، هم خايفين بقى خناقه تحصل. اصل انت عارف في الحاجات دي في حتت ممكن يحصل خناقات، خناقه انتوا جوزتوني البنت وانا فاكرها انها مكتمله الانوثه، اه وانا اتخميت خمتوني، وتبدا بقى قصه. انا بكلمك بقى للاسف ده واقع بيحصل في حتت معينه. واحد، انا ما بتكلمش على سنه 18، في باراميترز معينه تبين مقاييس، مقاييس ان البنت دي هل اكتمل نموها وبلوغها ولا لا. دي حاجات بنشوفها كدكتور بيشوفها. الكلام ده لو ما اكتملش نموها وحطها سيليكون، ده مشكله تودي في داهيه. ازاي تحط حاجه البنت لسه ما وصلتش لنموها الطبيعي؟ زي نفس الكلام عمليه الانف قبل 18 سنه، هي نفس الكلام، تلعب في حاجه لسه ما اكتملش نموها ازاي؟ الفيلم الثاني، مش فيلم، حاله، هي حاله الرجل الاخضر. الرجل الاخضر يعني تحول الغضب، امتى دكتور حاتم يحصل له تحول للرجل الاخضر في حالات، او لما بيسمع او قدامه حد قال جمله او شاف حاجه؟ اوكي. خليتك تتحول للرجل الاخضر. حاجتين، ممكن ابقى رجل اخضر عصبي جدا، رجل اخضر واعمل كول داون عشان اخد ما اخدش الموضوع. الرجل الاخضر اللي هو الرجل الاخضر بقى لما يتعصب لما حد يعمل عمليه تكبير ثدي بمواد او بحشوه، حشوه غير جيده، مش ما اعرفش اسمها ايه بقى، غير جيده. ده الاساس. الجزء الثاني، الست بعد العمليه بتتحول للنقيض. يعني انا بتكلم بجد والله، انا بقول لك على حاجه. الست صدرها صغير، لما يكبر صدرها عاوزاه اكبر حاجه ايه ممكن. العكس تماما بقى في الست اللي صدرها كبير، من كتر ما هي نفسيا بقت متالمه من هذا الموضوع، عاوزاه يا دكتور اصغر حاجه ممكنه. يعني اصغر حاجه ممكنه يا بنتي؟ مش عاوزه خالص، ملوش لازمه عندي. يعني ايه ملوش لازمه عندك؟ قالت لهم فتيجي تعمل عمليه، بتعمل مع عمليه بمقاييس، فبيطلع شكلك شكل حلو. تقول لي يا دكتور لسه كبير. قلت لها لسه كبير ازاي يعني؟ قالت لا انا حاساه انه لسه كبير. يعني احنا نقيس الحلمه في نص الدراع، التيك اوف بتاع البريست المفروض في مكانه الطبيعي، كل حاجه في مكانها الطبيعي. لا انا بقيت ملفته. قلت لها دي ملفته، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ قالت لا انا اللبس بقى عندي عليا ملفت. طيب انا كان جحت. ما هو بقى قالت لي يعني انت نجحت؟ قلت لها يبقى انا كده رجعت. هنا يبدا اللون يتغير يخضر بس مع هادي. انت مش ده فاهم القصه؟ انا فاهم. هي يعني هي شايفه نفسها بقت حلوه بس هي عاوزه اصغر من كده. احاول افهمها ازاي دي بقى؟ بقعد اقعد افكر فيها كتير. طب تعالى نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ معتقدات سريعة، إجابات سريعة. أوكي. الرضاعة من أكثر الأشياء التي تتسبب في تغير حجم الثدي، ترحله، تغيره. وهم ولا شك؟ لا هو أنا مش عارف أقول لك، مش يقين قوي. شك يعني. شك لو الست ما حافظتش، أهم حاجة عشان تحافظي على صدرك تلبسي البغاء. أنا أعرف المعلومات في مصر اللي بتلبس بغاء صدر، يعني البغاء بيبوظ الصدر إزاي. يا جماعة الصدر ده جلد، والجلد زي الاستيك. الاستيك ده لو سبته اندر جرافيتي، يعني تحت تاثير الجاذبيه الارضيه، هيتمط. فانت لما بتلبس بغاء او لما تلبسي بغاء، الصدر بيبقى فيه سبورت، انت بتدي دعامه للجلد ان هو ما يبقاش تحت تاثير الايه؟ الجاذبيه. فلو سمحتوا البسوا البغاء. تمام. لو سمحتوا. استخدام الحشوات في تكبير الثدي يصلح في كل الحالات؟ لا، مش في كل الحالات. ساعات الدهون بتبقى احسن، ساعات الدهون بتبقى احسن. فزور اقول انا، انت مش هتشوف. انا اكتر حاجه في دماغ كتير من الستات خاصه بحشوات الثدي
ولما بيقولوها للدكاتره دلوقتي بتضحك، بس ممكن تكون انت في مود مش حلو فما تضحكش. الحشوات بتسبب حاجه سرطان. فعلا دي اكتر حاجه بتتقال. هكسب ايه في رجلي الذهب؟ في ان شاء الله نشرب شاي. نشرب شاي على حسابي بعد الفطار بقى. ليه الناس لغايه دلوقتي بتفكر الفكره دي؟ معتقد معتقد، مع ان يا جماعه نتكلم برضه بالعقل، الست اللي بتشيل صدغها بسبب السرطان في البناء الثدي بيبقى فيه جزء منه بنحط سيليكون او الحشوه بمعنى اصح. طب الست اللي عندها كانسر احط لها حاجه بتجيب كانسر؟ هو انا يعني الدرجه دي يعني وحش؟ ما هو اكيد مش هحط الست حاجه بتجيب كانسر. الست عندها كانسر فازاي يجيب كانسر؟ يجيب كانسر ليه؟ ما انت شلته. شلت ايه؟ الست هتقول لك ما انا شلته. بصوا احتمال الست كلام علمي بقى، الست اللي هيجي لها كانسر حطت سيليكون عملت حجاب، ما عملتهاش حجاب هيجي لها كانسر بنفس الاحتماليه. يعني الحشوات لا تزيد ولا تقلل من احتمالات الاصابه بسرطان لا قدر الله. والسرطان ده قصه ثانيه بعيده خالص عن الموضوع ده خالص. نورتني واسعدتني وشرفتني وزودتني. ماشي. وانت اكتر يا دكتور ايمن، عايزين نروح لباخت المزينجا واسويت. حاضر حاضر، هنروح نحضر ان شاء الله الفرح. ناخد حاجه معانا، ناخد حاجه بس حبه زيت عشان يظل الرجل عليه دور مهم جدا في هذه الحاله. لا تقلل ابدا من احتياج زوجتك الى ان تعود الى الاحساس بانوثتها وبتاج انوثتها مره اخرى. لا تعتقد ان هذا الفكر في عقل المراه هو فكر انثوي، ولا تقلل من هذا الفكر الانثوي لانه في النهايه يهدد حياتها بشكل كبير جدا، حياه الاطمئنان والثقه. واذا نزعت من المراه الثقه نزعت منها كثيرا جدا من احساسها بالامان في الحياه، وهذا امر يعيبك لان الرجل في النهايه هو حافظ والحامي والمقدم الاساسي لهذا الاحساس للمراه. الحنان والثقه والايمان بكل مشاكلها وقضاياها التي قد تبدو لبعض الرجال ليست من ذات الاهميه، هذا امر ينبغي على الرجال ان يحترموه جدا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحار كان في دكتور الناس الحلوه، خليكم دايما مع دكتور الناس الحلوه. الستات بالذات، ودي نصيحه، اول ما حك سن عندك تبوس او ضرس يبوس وهتخلعي، على طول اتجهي لان انت تعملي زراعه، يعني حاطط الزرعه 6 مللي وحاطط عليها كراون 18 مللي، لازم هتقع، لازم يا دكتور تقع، ما ينفعش اي شغل مش مظبوط هتعمله مش هينفع، يبقى جريمه كامله لانه هيتكشف. اوكي بس اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره، الخبره اللسه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسة. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. اهلا بكم. دائما الفهم جدا في اي علم من علوم طب الاسنان او في اي علم من علوم الطب عموما يشبه امير الانتقام، ودائما بيتصدى امير الانتقام كما جاء في الاسطوره الى ثلاث انواع من البشر: الحاقد والسارق او الحرامي يعني اللي سرق مني حاجه، وصاحب السطوه او صاحب القسوه زي ما بيقولوا. في طب الاسنان بلا شك دائما يقف الفاهم في طب الأسنان أمام أولا الأناني الذي يظن أن اللعبة فردية، أو المدعي الذي يدعي أنه يستطيع أن يفعل أشياء لا يستطيع أو ليست بالحقيقة يستطيع أن يفعلها، وثالثا بالطبع السارق الذي
يوهمك أنه فعل أشياء معينة وأنه قدم لك أفضل خدمة، وفي الأساس لم يقدم لك أي خدمة جيدة، بل ربما تكون رخيصة للغاية. أمير الانتقام اليوم هو ضيف العزيز سوبر ستار هذا المجال، مجال طب الأسنان، الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بك. أهلا بك دكتور. وحشني والله. الله يوحشك جدا. يعني أنا اديتك أهو لقب أمير الانتقام. طيب مفكرني بقى مؤذي ولا حاجة؟ لا لا ده أنا طيب. ده في الفيلم كان طيب. طيب أنا طيب. أصل أنا عجبني فكرة إن أنت إيه تليق عليك الفكرة دي. يعني بس في الآخر انتصر. ما هو الخير لازم ينتصر في الآخر. في الآخر الخير. طب جاهز؟ أنا جاهز. عندنا النهاردة أسئلة، وعندنا أفلام، وعندنا فوازير. ماشي تمام؟ في رمضان في رمضان كل حاجة جديدة. بس هكسب إيه بقى؟ في الآخر هتكسب دعانا. ماشي. يا رب اسمع. على فكرة مش أنت دكتور بس الوحيد اللي سأل هكسب إيه؟ في دكاترة كتير مين يعني حد يعرف إن حد يجي عندنا ويكسب؟ يا باشا احنا القاهره والناس كان بيتكسب شو او يا باشا احنا القاهره والناس احنا مدرسه احنا عمدنا كسبنا خلاص كسبنا احنا قعدنا بعد حبيب قلبي والله سكرتي تعالى ندخل تعالى نشوف الابيض والاسود والرمادي ابيض اسود ام رمادي هتكلم على الزراعه الاول في الابيض والاسود والرمادي زراعة الأسنان سنة راحت ما تأخرش يا معلم في إنك تزرعها ده كلام بقى أنا لأصحابنا بقى تمام لأنك هتدفع ثمن غالي جدا لو تأخرت في الزراعة أبيض طبعا أبيض أبيض جدا رقم واحد لو حضرتك خلعت سن النهاردة وما عوضتهاش فبيحصل على طول حاجة اسمها بون لوس أو بيبدأ يحصل تأكل العظم مكان السن دي فأنت كل يوم بيعدي من غير ما بتزرع بتخسر عظم طيب نتيجة خسارة العظم دي لإما بعد كده لو قررت تزرع هتحتاج تحط عظم وده إجراء كبير يعني ده إجراء مش عادي يعني بنزود شوية طيب لكن لو زرعت على طول حاجة هتقوم تيجي في 10 دقايق زي ما قلنا قبل كده لو العظم بتاعك كفاية ولسه خلعين وما كانش فيه التهابات هنقوم حاطين الزرع في 10 دقايق لأن العظم كفاية عندي لكن كل ما بستنى العظم بيبدأ يتاكل بحتاج أحط عظم أحيانا بحتاج بقى أعمل جرافت منك اوتوجينس يعني متاخد منك انت لو العظم اتاكل لدرجه اكبر وده اجراء اكبر تاني حاجه طول ما العظم بيتاكل فانت حاج الجلد بتاعه والشنة ده مشدود اصلا بعظم الفك بتاعنا طيب الستات بالذات ودي نصيحه اول ما حاج سن عندك تبوس او ضرس يبوس وهتخلعي على طول اتجهي لان انت تعملي زراعه ليه لان الزراعه هي الاجراء الوحيد اللي بيحافظ على العظم فبالتالي بيحافظ على شد وشك حضرتك معروف ان الوطن العربي هو اكتر ناس الستات فيه بيلجأوا لعمليات شد الوجه في سن مبكر في سن 30 و35 و40 سنه ده مش موجود على فكره بره اللي بيشدوا اللي بيعملوا عمليات شد الوجه دول عندهم 60 سنه ليه لان هم محافظين على اسنانهم او لو خلعت اسنانها فهي زرعت فهي بتحافظ في الاخر على هيكل الوجه مشدود زي ما هو على هيكل العظم فبالتالي بيفضل الجلد بتاعها مشدود تفضلي مستنيه تبداي تخسري على طول من شكلك تخسري من شبابك ويبدا شكلك يتحول لاولد ايج او ان شكلك يبقى اكبر من السن الطبيعي بتاعك في عالم الزراعه مفيش حاله دلوقتي اصبحت امبوسيبل او مستحيل ابيض مفيش طبعا ابيض مفيش بس تمشي في الاجراءات اللي هتوصلك انك تزرعي يعني حضرتك ما تجيش مثلا عندك تضخم في الجيب الانفي ومفيش عظم كافي نزرع فيه الناس لما بتخلع الاسنان الخلفيه العلويه بيحصل حاجه اسمها تضخم في الجيب الانفي الحجم بتاع العظم بيقل فلما حجم العظم يقل بالتالي هو ما بديناش مساحه نزرع فيها مش هنقوله لا مش هنزرع لك هنزرع لك بس لازم الاول نعمل لك عمليه زراعه عظم نرفع بيها الجيب الانفي فيبقى عندنا العظم الكافي اللي نزرع فيه السنه بتاعتنا طيب حاجة قلت لي انا مش عايز اعمل العمليه دي خلاص يبقى انت اللي مش عايز تزرع انما ينفع تزرع طول ما احنا هنعمل لك الاجراءات او طول ما انت هتسمع وتمشي في الاجراءات اللي احنا هنعملها لكن زي ما قلنا حصل الخلع بدا يحصل تضخم للجيب الانفي زي ما انت شايف العظم قل جدا هنا بنبدا نعمل عمليه رفع الجيب الانفي اللي بطمنه للناس ايه دلوقتي في جهاز اسمه البيزو توم 2 ده احدث جهاز في العالم لرفع بيعمل العمليه دي بيعملها بمنتهى البساطه جدا كانت زمان العمليه دي عمليه كبيره شويه دلوقتي بقت فتحة صغيرة بنرفع بيها الجيب الأنفي زي ما أنت شايف وبعد كده الجزء اللي اترفع ده بنحط مكانه العظم بتاعنا. خلاص كده أنا خلقت مكان يعني مكان ينفع أزرع فيه.
وكده بحط عظم يبدا يتزرع. بحط عظم طبعا فيه. احنا بنستعمل اعلى عظم على الكره الارضيه، عظم مصنع في امريكا، مصنع باعلى تكنولوجي، عشان العظم ده بيمسك في العظم يبقى عظم طبيعي جدا، وبنعمل عمليه الزراعه بشكل طبيعي وامن، ما عندناش اي مشاكل. يبقى بالتالي ما فيش حاجه ما ينفعش نزرع، بس نقول للحاله حضرتك هنعمل كذا. احيانا في حالات بتحتاج فوق ان هو يحط عظم يعمل زراعه لسه، يعني ياخد جرافت من اماكن معينه من الفم ونعمل زراعه لسة. طب لو قلت له انا عايز اعمل لك زراعه لسة وقال لي لا، حضرتك انت اللي مش عايز، لكن ينفع في الاخر نعمل زراعه. طيب فيلم مشهور جدا جدا للفنان الكبير استاذ عادل امام، فيلم المشبوه. تمام، تعال من الزراعه، من هو المشبوه في رايك؟ المشبوه الدكتور اللي بيستعمل زراعات غير مرخصه، وده بقى موجود. مشكلتنا ان احنا يعني في مصر البلد برضو وضعها الاقتصادي مش قوي جدا. تمام، ففي ناس بتقول انا ازرع عند حد رخيص. حضرتك مفيش حاجه اسمها ازرع عند حد رخيص، الزراعات المعتمده ليها ثمن، زي حضرتك لما تروح كده تشتري مثلا ذهب ليه ثمن، لو حد اداهولك بسعر ارخص من ثمنه الطبيعي لازم حضرتك تشك، لازم حضرتك تقولي هو ليه مدوني بالثمن ده. فان انا اروح ازرع بارقام قليله جدا، الزرعه المعتمده ليها رقم. حضرتك لما ازرع بثمن قليل يبقى انا بحط زرعه غير معتمده. يبقى في الحاله دي لما الزرعه تفشل ما اقولش ان الزراعه فاشله. حضرتك الزراعه هي انجح عمليه بتتعمل على الكره الارضيه بنسبه نجاح 95% لو اتعملت بالزراعات المعتمده مع اطباء معتمدين. مفيش حاجه اعلى من كده، مفيش اعلى من 95% نسبه نجاح في طب الاسنان. الناس بس تدور بقى على ناس، وعلى فكره احنا في مراكز كتير جدا محترمين كتير جدا بيستعملوا مواد معتمده، زراعات معتمده، وبيقروا كومبيم كويس جدا، بس ما تدورش على الرخيص، ابعد عن الرخيص لان ده المشبوه. تعال نروح للجزء الثاني ونشوف برضه، لان الجزء الثاني فيه برضه افلام وفيه حكايات مهمه خالص فيما يتعلق بالتجاوزات في عالم الزراعه. اكثر عالم فيه تجاوزات هو التجميل بتاع الاسنان. تعالوا نشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ الاولاني ده محتاج نفسره، يعني السؤال ده محتاج يتشرح لانه ممكن يتفهم بطريقه غلط، اللي هو من يقوم بتجاهل التكنولوجيا الحديثه في عالم الزراعه نظرا لخبرته الكبيره، ممكن يبقى حد قوي جدا، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده في الغالب على فكره من الجيل القديم. لا متهم برضه. ليه؟ لان حضرتك النهارده انت كان، وانا قلتها قبل كده في حلقات، احنا زمان كنا بنعمل الزراعه كان فيها جزء تقديري. حضرتك كنت بتصور حاجه اسمها بانوراما، فالبانوراما بتديك بعد واحد، يعني بتديك الارتفاع والعرض. تمام؟ ما بتديكش الثلاث ابعاد بتوع العظم بتاعنا. تمام؟ وبعد كده بتاخد مقاسات، وبعد كده بتعمل حاجه اسمها تريسنج، يعني تفضل تجيب حاجه تفضل تعدي جوه اللثه عشان تشوف قد ايه سمك اللثه، وتبدا تشيله من على الكاست او من على الصبه اللي انت صبيتها عشان تتخيل العظم قد ايه. بص كله في الاخر عشان اعمل استيميشن تقدير. تمام؟ طيب لو انا ربنا بقى ادانا دلوقتي حاجه بتخليني امسك فك الحاله في ايدي واشوف كثافته، ابقى عارف كثافته. وعلى فكره ده جزء بقى مهم جدا، احنا مش بس بنعرف من الاشعه الثلاثيه الابعاد العرض والارتفاع وطول العظم، ونعمل بلان زي ما انت شايف، بنحط السنه، يعني احنا هنا لسه ما زرعناش، هنا احنا بنحط الزرعه ونفضل نحرك فيها، ابقى عارف الزاويه بتاعتها بالظبط داخله ازاي. علشان خاطر ما فيش انحراف ملي ممكن يغير، هتطلع بره العظم. ده كتير. دي حالات كتير محطوطه بره العظم اصلا، تبقى جايلك الحلقه حط 10 زرعات فيهم زرعتين جوه العظم بالصدفه، هو حطهم ما خدش باله ان هو يعني دول فلتوا منه، الباقي الثمانيه في العظم بره العظم في اللسة. هنا بص احنا عمالين، يعني احنا عمالين نعمله ده، عمالين نعدل في زاويه الزرع عشان نبقى حاطينها في قلب العظم بالظبط، لان انا عندي ثلاثي ابعاد. تمام؟ علشان كمان اعرف السنه، هعمل ديزاين كمان للسنه بعد كده لو انا عاملها ايميديت، يعني في ناس بتيجي تزرع وتمشي بالسنه في نفس اليوم، بس برضه يكون عنده شروط،
ان تكون كميه العظم كافيه، حاجه اسمها برايمري ستابيليتي كافيه، يعني وانت بتربط الزرعه يكون عندك قوه الربط عند درجه معينه. وصلت لها ينفع اعمل عليها ايميديت لود، ينفع احمل عليها، ما وصلتلهاش ما ينفعش هخسر. فيلم الجريمه الكامله، بس دي بقى ايه، مش محتاج شرح ده، انت محتاج تقولي من يقوم بالبطوله في فيلم الجريمه الكامله. جريمه كامله يعني اكتر من حاجه اتعملت غلط ورا بعض، وفي الاخر طلعوا حاله زراعه يقال لها جات لك كده، قلت لها، قلت للناس واللي حواليك كله قال لك ايه، دي بقى الجريمه الكامله. ايه هي بقى الجريمه؟ تمام. هو عامه الجريمه الكامله يعني عارف يفلت بيها، الحمد لله ما فيش في طب الاسنان الجريمه الكامله اللي حد يعرف يفلت بيها. لانه لو هو اشتغل عمل مثلا زراعه زي ما قلنا، حطها مثلا بره العظم، هيجي بعد كده يركب، هي اول ما هيركب السنه، اول ما العيان هيروح ياكل هتتخلع خلاص السنه راحت. حط الزرعات بزاويه مش مظبوطه، جه يركب ما عرفش يركب لان الزاويه بتاعتها مش مظبوطه فتكشف برده. حط الزرعه نصها في العظم ونصها في الجيب الانفي، طب ما هو كميه العظم اللي مبقيه قليله، هيحصل تاكل، هتتخلع بعد فتره قليله، فبالتالي اي شغل مش مظبوط هتعمله مش هينفع يبقى جريمه كامله لانه هيتكشف. اوكي. بس. والله برافو عليك. الجريمة الكاملة موجودة في كتب أجاثا كريستي فقط. بس. وهم وشك ويقين. وهم شك أم يقين؟ عشان أحافظ على سلامة الفك لازم أزرع، وهم ولا شك ولا يقين؟ طبعاً يقين. زي ما قلنا إن الزراعة هي الحاجة الوحيدة والإجراء الوحيد اللي بيحافظ على عظم الفك. لان معنى انك تخلع وما تزرعش هيفضل يحصل تاكل في العظم، فانت عمرك ما هتحافظ على العظم بتاعك من غير زراعه. ده الاجراء الوحيد اللي بيحافظ على عظم الفك. عندي بقى فوازير حلوه خالص. اتفضل. الفزوره الاولى، بص دي لسه شايفها امبارح، من اكتر الاعلانات على الفيسبوك، على فيسبوك على الفيسبوك ومن اكتر الحاجات اللي بيحاولوا الناس اللي يعني مش بروفيشنال واللي مش متخصصين يجذبوا الناس فيها، والكلمه بدون، كلمه بدون هي كلمة في الإعلان ده، بدون هي كلمة، هي أربع كلمات. حلو. الكلمة الثالثة أوكي هي أكتر كلمة بتشد الناس، بدون، فالناس بتروح على أساس أنها تحصل على نتيجة في التجميل. ده في التجميل؟ بدون حاجة بيعملها بدون. أيوة إيه اللي بيعمله بدون في التجميل؟ بدون تحضي. بدون إيه؟ ده حاجه بتضايقني قوي. ايه بيقول لك تجميل الاسنان بدون تحضير للاسنان او بدون برد للاسنان او بدون لمس الاسنان. اكتر حاجه بقى بتتلزق هي ايه؟ اكتر حاجه بتتلزق العدسات الاسنان اللاصقه او اللي اسمها او القشره التجميليه. ايوه هي دي، القشره التجميليه بدون تحضير. دي اكتر اعلان دلوقتي موجود على الفيسبوك. تمام. طيب احنا جبنا قبل كده، الله يسامحك، احنا جبنا قبل كده وقلنا للحالات ان انت بتقول ان انت قلت 1000 مره لغايه دلوقتي مفيش حاجه اسمها نو بريب. في حاجه اسمها مينيمال بريب. مينيمم خالص. تمام. في حاجه اسمها رفنس، يعني اعمل تخشين للسنان. تمام. طيب انا هسال بس الحالات. انت حضرتك هات ورقه سمكها 1/10 من الملي، يعني ارفع من الفينير. وعد، حاول تعد على اسنانك، حطها بين سنانك اللي تحت واللي فوق، وريني دروسك اللي ورا هتقفل ولا لا. لو قفلت وانا بقول لك هي 1/10 يعني تلت اقل فينير في العالم، لو قفلت يبقى ينفع تعمل قشره تجميليه بدون تحضير. طب ما قفلتش يبقى ما ينفعش. ليه؟ لان حضرتك دلوقتي لو انا حطيت لك قشره تجميليه سمكها 3/10 من الملي هتعلق لك فكك ورا، مش تاكل على اسنانك ورا، لانها هتعلي الفك. يبقى لازم على الاقل لو هتحط قشره تجميليه سمكها 3/10 من الملي، اقل سمك قشره تجميليه معموله بره 2/10 من الملي، دي اقل حاجه. لو حطيت 2/10 من الملي لازم تشيلهم، والا هتعمل ليدج، هتعمل حاجه حضرتك لما تحط صباعك هيعلق، يبقى بيعلق بواقي الاكل، هيعمل التهابات في اللثه، رقم واحد. تاني حاجه مش عارف تعض، لان انت حاطط حاجه معليه السنان، مش عارف تعض ورا، هتتكسر او مش عارف، او تعمل لك مشاكل في الفك. فانت القصه اللي هو بدون تحضير دي انا يعني انا بحب ابقى واضح ووري العيان، وبوري العيان الحاله بيبقى قبل ما بشتغل له بقول له حضرتك عارف التحضير شكله ايه؟ سنانك هيبقى شكلها كده. نورتنا واسعدتنا. شرفت لي. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى كان في الدكتور والناس الحلوه. المريض اول ما هيعمل العمليه ويفوق
هيقف على رجله، هيتحرك، هيوطي، هيعمل كل حاجة، هيرجع للشغل بتاعه في غضون أيام قليلة جدا. والأهم من كده، فرصة إن الغضروف ده يرجع تكاد تكون منعدمة. الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل، يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. ضيف العزيز، واحد من أصحاب المقام الرفيع وقيمة علمية كبيرة، أستاذنا الأستاذ الدكتور يسري الحميلي. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك. النور ده ونورتنا، وكل سنة حضرتك طيب. صحة وسلامة. هروح للجزء الأول، الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ السؤال الأول سؤال مهم جدا. الأوعية أو الإصابات الخاصة بالأوعية الدموية الدماغية ممكن جدا تحدث نتيجة تمدد شرياني بسبب ضغط الدم أو عيوب خلقية في هذه الأوردة والشرايين. طبعا أبيض. طبعا موضوع مهم قوي ده. طبعا مهم جدا، لأنه مهم في أنه ممكن يبقى فيه وقاية منه. إزاي؟ بعض الأسر عندهم عيوب خلقية في المخ بتحصل لبعض أفراد الأسرة، مهم جدا أن باقي أفراد الأسرة دول يعملوا فحص أو سكرينينج بالأشعة، يعني زي فحص بالأشعة بالصبغة على شرايين المخ. وده مهم جدا، لان لما اكتشف تمدد شرياني وهو حجمه 3 ملي غير لما يبقى عندي تمدد شرياني جايين في نزيف ومنفجر. فرق كبير جدا جدا جدا، لان انا هقدر لو اكتشفته بدري اعمل له علاج بالقسطره. والنهارده القسطره بقت زي قسطره القلب بالظبط، وموجوده في مصر وعندنا في نيورو سباين. بندخل بقسطره زي قسطره القلب، ممكن بمخدر موضعي، مش محتاج مخدر كلي، بوصل لشرايين المخ، ومن خلال القسطرة أقدر أعالج تمدد شرياني، أقفل عيب خلقي، أو أقضي على وحمة دموية كانت هتودي بحياة هذا المريض في خلال ما بناخدش وقت. ده كويل داخل جوه تمدد شرياني، الكويل ده بيدخل يلف جوه زي السوستة ويستقر، وتيجي تتكون عليه جلطة اتقفل التمدد الشرياني، ما بقيناش محتاجين عملية. ده عيب خلقي في المخ مبين، حاجة اسمها وحمة دموية. الوحمة الدموية دي تبقى واصلة ما بين شريان ووريد بدون شعيرات دموية. بندخل برضو بالكويل عن طريق القسطرة، ومن خلال القسطرة بحط مادة تقفل هذه الوصلة وتمنع مرور الدم فيها، وبالتالي وقيت المريض بتاعي عملية. لا فتحت المخ ولا دخلته رعاية مركزة ولا دخلته في دايلمة، أنا حطيت كويل جوه القصة دي قفلها قفلة تامة وخلاص، وانتهى الموضوع في أقل من ساعة، والمريض بتاعي بقى في أمان تام. يبقى وسائل التشخيص وقفتني عند المشكلة بدري، حلتها بأبسط الطرق. الجراحة الملاحية هي دلوقتي واحدة من أهم الطرق التدخل الجراحي في مشاكل المخ والأعصاب والعمود الفقري، ولها فوائد لا تعد ولا تحصى. طبعا أبيض أبيض طبعا. لأن الجراحة الملاحية النهاردة بقت هي النافيجيتور اللي أنا بستخدمه في أوضة العملية. الملاح الملاح، مفيش سفينة بتمشي جوا بحر ولا طيارة بتطير في الهواء من غير ملاح. ده النهاردة التاكسيات في الدول المتقدمة، وما بزهقش ان اقول المثل ده، لما بتركب تاكسي في اي دولة متقدمة التاكسي ده فيه نافيجيتور او الجي بي اس، ده مرتبط بالقمر الصناعي، والقمر الصناعي بيديله معلومات عن المرور، يشوف الشوارع الزحمة فين وما يمشيش فيها، يشوف الشوارع الفاضية فين، ويقول لك هتوصل للطريق بتاعك ده في مسافة قد ايه وفي وقت قد ايه. ده استخدام الجراحة الملاحية في غرفة العمليات زي ما احنا شايفين، بدمج صورة الأشعة مع الصورة الواقعية للآلة اللي داخل عندي، وبالتالي أنا داخل أستأصل الغضروف بالمنظار،
هدخل من ثقب صغير جدا جدا، هشيل غضروف كبير. المريض اول ما هيعمل العمليه ويفوق هيقف على رجله، هيتحرك، هيوطي، هيعمل كل حاجه، هيرجع للشغل بتاعه في غضون ايام قليله جدا. والاهم من كده، فرصه ان الغضروف ده يرجع تكاد تكون منعدمه بالمقارنه بالجراحه العاديه اللي نسبه الارتجاع فيها عاليه جدا جدا. شلت المنظار، حطيت بلاستر صغير كاني عندي تعويره وانا بحلق دقني. في ابسط من كده؟ الفيلم الاول العار، يعني قمه كلاسيكيات السينما المصري. العار اللي بنشوفه عندنا في مجتمعنا مش موجود بره، وهو العلاج بالعصايه والعلاج بوسائل بدائيه زي كوي الحجامه، واحطه في علاج نزيف في المخ، واحطه في علاج. ده كلام من الازهر الشريف، ليست سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت موجوده في عصر النبي. الحجامه يعني كانت موجوده قبل النبي ما يتولد حتى عليه الصلاه والسلام، وتواجدت في عصره. طيب شيء ما موجود قبله فهي ليست سنه طبعا. والرسول عليه الصلاه والسلام كان اكثر الناس تمسكا بالعلم وتمسكا واخذا بالاسباب. ولما حد من الصحابه كان بيشتغل في النخله بتاعته بيعمل فيها حاجه كده، فبيقول له اعمل دي ولا اعمل دي، قال له انتم اعلم بشؤون دنياكم. يبقى الدين ما ينفعش اخده واعمل له اسقاط على كل حاجه الا اذا كانت الحاجه دي خضعت للبحث العلمي والتجربه العلميه وثبت تماما انها مفيده. هنذهب الى الجزء الثاني، الجزء المهم جدا في عالم الحوار الخاص بالمخ والاعصاب، وهو اكثر جزء له علاقة بالكثير من التجاوزات في هذا العالم، المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ من يقوم بتجاهل الإجراء الخاص بالأشعة؟ بتجاهله للمريض المحتاج قبل تحديد العلاج، ده بيكون متهم ام جاني ام جاني ام جاني ام جاني؟ اكيد جاني. جاني لحد بكره. جاني لحد لحد يوم القيامه. ما رضيش يقول عليه حاجه خالص غير لا طبعا جاني طبعا، لان ما ينفعش. احنا يعني الوسائل دي عملها ناس وتعبوا فيها قوي، والناس دول كانوا عباقره في استحداثها، وبالتالي لابد ان افيد كل مريض بيها، ما حرموش ابدا منها اعتمادا على كسل او اعتمادا على ان انا بريح الزبون زي ما بيقولوا. انا كده ما بريحش الزبون، انا كده باذي الزبون. ده انا عامل زي اللي بيعالج حاجه مستتره وبدعي الشطاره والعلم، والشطاره والعلم بيقولوا استخدم دي واعمل دي واعمل دي. الحقيقه ان احنا لو طبقنا هذا الشمع الاحمر على او استخدمناه كتير من في كتير من الحالات، الشمع الاحمر هيخلص عندنا في مصر طبعا. هيخلص طبعا. هنضطر نستورد، هنقفل اماكن كتير جدا. هنشمع ناس كتير جدا، هنقفل بق ناس كتير جدا بتقول كلام مش صح. ده اسمه اليقين. اذا ما هو الوهم وما هو الشك واليقين؟ وهم، شك ام يقين؟ يعتقد البعض، بل يثير هذا المعتقد بعض الناس في بعض الاماكن في مصر، بانه ما تروحش تعمل جراحه مخ واعصاب، ده مشاكلها اكتر من اللي هتجني من ثمارها، اذا كان ليها ثمار بقى في رايهم. الكلام ده طبعا وهم. طبعا وهم. بس في كتير عقول، يعني تلاقي واحد رايح يعمل اتلم عمته وخالته وابن خاله واوعد والنبي عشان خاطرنا وبتاع كده كويس، هو مش قادر يمشي وبيعيش في الوهم. كثير من المرضى بيبقى عنده ألم وعايش وقايم ونايم بالألم، والألم المبرح والألم الشديد، وبيصل إلى مرحلة أنه يحصل له شلل أو سقوط في القدم أو فقد في الإحساس أو إيده تترعش، وبيمسك الكوباية وهو مش راضي يعمل عملية وبيقاوح، وهو لا يعلم حقيقة زي الشمس أن أنت هتيجي في يوم وهتعمل العملية. يبقى أنت بتوفر على نفسك أنك تعملها بدري، خصوصا ان احنا بدري هنعمل وسائل محدودة التدخل. ده طريقة لتثبيت الفقرات، وبنحط دعامة بطريقة محدودة التدخل من خرم صغير، من فتحة صغيرة جدا ما بيبقاش فيها غرز في الآخر، بتقفل تجميل، بتتقفل بالليزر. بدخل أعمل تثبيت للفقرة زي ما احنا شايفين، من غير ما اشيل عظم من الفقرة،
من غير ما غير في التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. والمريض ده اهم من كده بقى انه هيفوق من العمليه دي، يقف على رجله، يمشي، يوطي، يقعد، يعمل كل حاجه. ده ايه؟ ده علم، ده حقيقه. يبقى انا هعمله امتى؟ لما المريض يجيني بدري، لكن مش لما يتاخر. الفزوره الاولى، جراحه اول من تحدث فيها في الاعلام العربي كنت حضرتك. انت كده عرفت خلاص ده. خلاص ده شغل دي حد من دي اعز ابنائي يعني. انا دخلت مجال الجراحه، هي الجراحه الملاحيه طبعا. ايوه صح فعلا. دخلت مجال الجراحه الملاحيه بدري قوي، وكانت 2008 2006 على ايام ما دخلت وخدت التخصص ده. لا احنا اول مره اتكلمنا فيها في الاعلام كان 2006 بالظبط، من 11 سنه. انا لما خدت التخصص ده واخترته للدكتوراه بتاعتي في التسعينات، كان كل الناس بتقول لي بتعمل ايه انت، هتاخد وهم ايه ده فين على ما يبقى علم، ويبقى يا ما يبقاش. الحقيقه اثبتت الجراحه الملاحيه انها لغه العصر في مجال جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، وعملت الكثير والكثير. وانا بشكر اساتذتي اللي ساعدوني في ده واللي خلوني اختار ده، وبوجه ليهم خالص الشكر والتحيه، اللي توفى منهم واللي موجود ربنا يديله الصحه، المصري فيهم والاجنبي، وكل من ساعد في ان انا اخذ هذا التخصص فله الفضل، والفضل لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. الذي يستطيع ان يوصلك الى ادق الاماكن في المخ، وجعل جراحات المخ جراحات لطيفه بعد ان كانت في الافلام جراحات خطيره للغايه، شيء بيوصلك ويدخلك في الزناديق، في الزنازيق، في الزنابيق. هو طبعا الجراحه الملاحيه والمنظار. المنظار ومنظار العمود الفقري. طبعا المنظار ده بندخل نلف 360 درجه، نجيب الورم من كل ابعاده وزواياه وجوانبه. المنظار النهارده لما بدخل منه من الانف عشان اشيل ورم من الغده النخاميه، كنا بنفتح فتحه في المخ والمريض يقعد في الرعايه المركزه. عندي مرضى كتير جدا بيسمعوني دلوقتي ويصدقوا على كلامي، عمل العمليه تاني يوم تالت يوم كان في بيته وما دخلش الرعايه المركزه ولا يعرفها، بيتكلم بيهزر بيضحك. وعندي سيدات فاضلات عملت لهم العمليه وما كانش في حمل واصبح عندهم اولاد دلوقتي. فالجراحه بالمناظير للمخ طبعا من الطفرات العلميه فائقه الحدود. الحقيقه فائقه الحدود، وساعدتنا بوجودك معنا، وكل سنه وحضرتك طيب، وكانت رحله رائعه في الفوازير وفي الافلام. شكرا دكتور ايمن، ودايما بشكر فيك الافكار الخلاقه والماده العلميه اللطيفه اللي بتقدمها للناس في صوره مبسطه. ده بيخلي الناس على فكره تفهم كتير وتستوعب الكثير والكثير. بشكرك على هذا الدعاء. بشكرك شكرا جزيلا وفضل وجود سيادتك معنا بيساهم في ذلك المساهمه الكبرى. ضيف العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور يسر الحميلي، واحد من عمالقه جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلوه. خليكم دايما في الناس الحلوه. انا دايما بحب احكي عن الامراض المتلصصه، الامراض اللي بتبدا مع الانسان سنه بسنه. من ضمن الامراض ديت زياده هرمون النمو من داخل الغده النخاميه باستمرار، يقعد الهرمون ده يزيد ويزيد ويزيد، ويبدا يعمل لك اعراض من ضمنها ان ايديك تكبر في الحجم، ملامح وشك تختلف، جزم طبعا تبدا تضيق نتيجه ان رجلك بتكبر، القلب يبدا يتضخم، الضغط يبدا يعلى. المرض ده على فكره من الامراض اللي ما بتبانش فجأة، اللي بتبدأ سنة بسنة، وما يبانش على المريض حاجة في الأول غير إن قوته بتزيد، بعد كده قوته بتنتهي أو بتخور، بتضعف جداً.